بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالي بعنوان ردود على استفسارات بعض مربيين الأرانب. سؤال بيقول: عندي أرنبين سلوكهم غريب، الأولى المفترض تولد بعد بكرة إن شاء الله بتنبش في العلافة وهي بتاكل، والتانية بتنبش في العين ونقص وتعض في السلك. طبعا اللي بتنبش في العلافة دي حاجة من اتنين، يا يعني إما إنك غيرت العلف فجأة دون تدريج في تنزيله، أو إن المعلفة مش نظيفة فيها بواقي علف عطن أو عفن أو طالو بول أو رطوبة، فده طبعا العفن والكلام ده بيعمل ريحة. لما أنت تحط علف جديد وتيجي الأرنبة عايزة تاكل، هي شم ريحة، هي بتاكل الطبقة اللي فوق الوش، لكن وهي بتاكل الطبقة اللي فوق الوش بتلاقي العفن والريحة دي طبعا، فده سبب النبش بتاعها. أما عن اللي بيعض ده في السلك، ده يا إما بيعض ناتج ألم من شيء معين عنده المفروض المربي يفحصه ويشوفه، يا إما إنه محتاج إنه يقرقض في حاجة، عشان الأرنب يعتبر من القوارض، وإن ما كانش ينشط سنانه في حاجة ناشفة ممكن تطول زيادة عن اللزوم وتعمل له تشوه، فده ممكن تحط له قطعة خشب ما بين السلك بتاع الجدار يبقى يقرقض فيها. ده بالنسبة لسؤالك. في سؤال تاني بيقول: لو سمحتوا عايز أعرف كل المعلومات عن التحصينات ومواعيدها وجزاكم الله خير. التطعيمات في البكتيري وفي الفيروسي، والتطعيمات دي بيفضل يعني إنها تكون في شهر 3 وفي شهر 9، ولو هتدي بكتيري بتدي طبعا 2 سنتي للأرنب الكبير تحت جلد الرقبة، وللأرانب اللي هي بتجهزها للإحلال اللي هي عمر مثلا 3 أشهر أو حاجة زي كده بتديها سنتي، ولكن التطعيم اللي أنت بتديه ده بيكرر كل 6 أشهر، تكرره تاني وتراعي وأنت بتكرره إن له مواصفات واشتراطات، يعني ما تجيش الأرنب فيه أي مرض وتطعمه، ما ينفعش ما تجيش لأرنبة عشر وتكون عدت ال 15 يوم بتطعمها، ممكن تستنى عليها لما تولد بالسلامة وبعدين تبقى تطعمها. ده بالنسبة للتطعيم البكتيري. لو عاوز تدي الفيروسي لازم تعمل فاصل بين البكتيري وبين الفيروسي لا يقل عن 15 يوم. ده بالنسبة للتطعيمات. في تطعيمات استجدت بقى اللي هي أنا ما حضرتهاش قبل كده، اللي هي بتاعت الكوليستريديا ديت عشان الحالات المعوية، يعني الأمراض المعوية دي طبعا مش متأيدة بظروف زي البكتيري والفيروس. يعني في سؤال بيقول: الأرانب اللحم شعرها بيطير والأمهات بتاكل شعر، يبقى عيب إيه؟ طبعا كلمة الأرانب اللحم يعني معناها الأرانب اللي أنت انتخبتها من الأرانب الفطام وديتها لخط التسمين اللحم، والجزء الثاني وديته لخط الإحلال. فهنا الأرانب اللي أنت وديتها لخط تسمين اللحم يعني هي فترة النمو الكبرى، أحسن نمو هو الفترة دي بتاعت التسمين. فهنا ما ينفعش إذا كنت أنت بتحط في الفطام 4 أرانب مفطومين في العين، ما ينفعش تحط الـ4 في عين التسمين، لأن جسمهم بدأ يكبر وبدأت تظهر بقى العوامل الجنسية
فيجي الذكر الشاب الصغير ده يحاول يتحرش او كده بأنثى معاه او حاجة زي كده، فهي تعضه وهو يعضها ويدوروا كلهم يعضوا في بعض، وتبدأ في جروح تظهر وهتضطر تعالج، ولما تعالج مش هتقدر تنزل أرنب في تعويرة او متعالج او في خراج او كلام زي كده. فهنا ما تحطش أرانب كتير في التسمية، الأربعة خليهم ثلاثة وعينك عليهم. أول ما تلاقي ظاهرة زي اللي أنت بتقولها دي، الفرو ومش الفرو، الفرو ده ناتج إيه؟ بيهبروا مع بعض، سواء النتاية بتضرب في الذكر أو الذكر بيضرب في النتاية، فأنت عينك عليهم، وأنت كل يوم اللي بتلاقيه كده بتاخده تعزله لوحده في عين لوحده. ده بالنسبة للسؤال بتاعك. في سؤال بيقول إيه حكاية الفرة اللي ماشية؟ بعضهم يدوب بيعرف يفرق الذكر من النتاية ويعمل قناة على اليوتيوب يعطينا نصايح، طبعا غير موجه لأحد، هو بيقول كده غير موجه لأحد. موضوع الفرة هو يعني حاجة مش غريبة، يعني مثلا أنا بتناول فيديو، هيجي مربي مبتدئ يعني، لأن الأرنب قعد معاه مثلا شهرين ثلاثة عدت على خير، بيجي أي حد بيسأل بيروح رد عليه، ده الكلام ده في النت، طب ما اللي يخليه يرد عليه في النت، طب ما يرد عليه في الفيديو، طالما يعني تمكن من إنه يقول رأيه في النت هيقوله في الفيديو. لكن هل اللي هو بيقوله ده هل هو الحقيقة؟ هل هو الواقع؟ هل هو ناتج تجربة عملية؟ هل هو ناتج معرفة علمية مسبقة؟ ده الفرق، إن على المستمع أو على المشاهد إنه يفرق، يعني مش يفرق يعني يشوف قناعته فين. ده بالنسبة لرد السؤال ده. في سؤال تاني بيقول ما أفضل وزن للأرانب الشغالة سواء ذكور أو أمهات؟ طبعا يعني أنا ذكرت في فيديوهات سابقة إن أفضل وزن طبعا الأول نربطها بالعمر، العمر 5 شهور للأنثى وست يفضل 6 شهور للذكر. أما عن الوزن فلا يقل للأم عن 2.5 كيلو، والذكر زيه. انا كنت بشتغل بالطريقه دي، ولكن مش معنى ان انا اقول 2.5 كيلو للذكر ان بعتبر نهائي. 2.5 كيلو للذكر ده مش هيجيب ال6 شهور، لكن عشان انا افرز في الاحلال اشوف كفاءه الذكر، فبجيبه بعد ما يوزن 2.5 بجيبه اعمل له تيست، اعمل له اختبار ادخله، اذا لقحه بقى كويس خلاص انا اطمنت له وحطيته في العين، احتفظت بيه كذكر احلال. ما اتكاش عليه بقى في التلقيح، يعني مش انا اطمنت بقى خلاص بقى شغاله، لا عندي بشغله، وده ايه كل 15 يوم ادخله مره بتاع لغايه ما يعدي 6 اشهر بقى يندمج مع بقيه الذكوره بتاعه. اما عن النتايه يفضل الا يقل وزنها عن 2.5. طبعا يفضل ان لو استنيت عن 2.5 شويه جسمها يكبر وبعد كده النتاج ملائم لجسمها، فممكن على 2.700 2.800 لغايه 3 كيلو. ما تحاولش يعني رايي ما تحاولش تزود قوي يعني عشان ما تعرضهاش لعمليه تكوين دهون على الجهاز التناسلي، وبالتالي يعني يحصل لها عدم قبول للتلقيح. ده بالنسبة للأسئلة بتاعت اليوم، وإلى لقاء قادم، تقبلوا سلامي وتحياتي، وإذا أعجبكم الفيديو اعمل مشاركة.